السلام عليكم ورحمة الله. موجز إخباري من قناة المرابطون، أهلا بكم. دعا حزب التحالف الوطني الديمقراطي يعقوب لمين الفرقاء السياسيين بموريتانيا إلى احترام اللحمة والوحدة والتعاخي واعتبار كل ما يمس بذلك خطوطا حمراء وفتنة ينبغي تجنبها. وانتقد لمين خلال ملتقى في نواكشوط بمناسبة انضمام كتلة شبابية لحزبه من سماهم دعاة الفتنة، داعيا إلى التركيز على المطالبة بالمساواة وتوفير الصحة والتعليم. أعلنت لجنة الإشراف على انتخابات رئاسة النقابة الوطنية لأساتذة التعليم العالي بموريتانيا عن فوز المترشح الدكتور محمد لمين الشامخ بنسبة 61.44، فيما حصل منافسه الدكتور إبراهيم مللمين على نسبة 36.76. وقالت اللجنة المشرفة على الانتخابات إن نسبة المشاركة وصلت 82.77. تتواصل بالعاصمة نواكشوط النسخة الثالثة من كأس رئيس الجمهورية للكرة الحديدية بمشاركة 106 فرق تمثل ولايات نواكشوط الثلاث، بالإضافة إلى فرق من الداخل تمثل 6 ولايات. وتشارك في البطولة المنظمة من طرف الاتحادية الموريتانية للكرة الحديدية فئتان عمريتان أولاهما خاصة بمن تقل أعمارهم عن 48 سنة، والأخرى بمن تفوق أعمارهم 48 عاما. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. السادسة نشرة إخبارية بحول الله، إلى اللقاء.